لم يعرف التاريخ ملكة مثلها، عاشت شبابها ملكة وماتت فقيرة وحيدة معدمة. أوصلت ابنها للعرش وكانت أحد أسباب سقوط حكمه. امتلكت تاريخاً حافلاً بالفضائح ختمته بتغيير دينها. الملكة نازلي صاحبة الجلالة والجدل. ولدت نازلي في 25 من حزيران عام 1894 لعائلة أرستقراطية، إذ كان والدها عبد الرحيم باشا صبري وزيراً للزراعة، وأمها توفيق هانم ابنة رئيس وزراء مصر. عام 1919 تزوجها الملك فؤاد بعد أن طلق زوجته الأولى شويكار، وأنجبت منه نازلي 5 أبناء، من بينهم فاروق الذي سيتولى الحكم بعده. الملك فؤاد الأول كان شديد الغيرة عليها، فجعلها تعيش حياة مغلقة داخل القصر، وعين عليها حراساً وجواسيس يراقبون أدق تفاصيل حياتها، وبقيت كذلك حتى وفاته عام 1936. وحينها لم يكن الملك فاروق قد بلغ السن القانوني للحكم، وتكاثر حوله الطامعون في حكمه وماله من مجلس الوصاة، فلجأت نازلي إلى شيخ الأزهر آنذاك محمد مصطفى المراغي، واستصدرت منه فتوى بجواز أن يتصرف الإنسان في أمواله إذا بلغ 15 عاماً فقط. وتولى ابنها الحكم وهو في عمر 17 بعد احتساب عمره على التقويم الهجري. من جحيم القصر إلى نعيم الغرام، تحررت نازلي من القيود التي فرضها عليها الملك فؤاد، وانطلقت إلى حياة الملاهي والبارات والنوادي الليلية، وجمعتها قصة حب مع أحمد حسنين باشا أحد المقربين من الملك فؤاد، وانتهت قصتهما بزواج عرفي أغضب الملك فاروق وتسبب بمشاجرات كبيرة بينه وبين أمه، أدت إلى هروبها للقدس لتنتشر من هناك فضائحها الجنسية. عام 1946 لقي أحمد حسنين باشا مصرعه في حادث سير، لينتهي بذلك أشهر زواج عرفي عرفته العائلة المالكة في تاريخها. الملكة المراهقة. نزوات كثيرة عاشتها الملكة نازلي بعد وفاة حسنين تسببت بالألم والعار لابنها الملك فاروق، وقررت أن تسافر هي وبناتها إلى مارسيليا، حيث تعرفت إلى رياض غالي الموظف بالقنصلية المصرية. وفي فترة وجيزة عشقت الملكة الموظف الذي كان يقوم على خدمتها، فاقتربت منه دون كلفة وتخلت عن القيود الملكية، وجعلته واحداً من أهم رجال حاشيتها. وحين وصلت الأخبار إلى الملك فاروق أمر بفصله من أعضاء الحاشية، لكن الملكة سافرت إلى الولايات المتحدة واصطحبته معها. وقد استغل رياض غالي تواجده المستمر مع الملكة الأم وبناتها لتنشأ علاقة قوية بينه وبين الأميرة فتحية أخت فاروق، ليصبح غازي حبيباً مشتركاً للملكة والأميرة معاً. لكن الملكة تنازلت عن مشاعرها وسمحت بزواج ابنتها فتحية من رياض غالي الذي كان مسيحي الديانة، ليتم زواجهما المدني في سان فرانسيسكو عام 1950. الفصل الأخير. زواج الأميرة فتحية أشعل فاروق غضباً من أمه وأخته، فطلب أن تنشر صحف قصة هذا الزواج بالتفصيل، وأمر مجلس البلاط بالاجتماع ورفض زواج فتحية من رياض وتجريدها وأمها نازلي من امتيازاتهما وألقابهما الملكية ومصادرة جميع أملاكهما وأموالهما في مصر. في المقابل وكلت كل منهما غالي بأموالهما في أمريكا، وسلمتاه كل ما تملكان ليخسر رياض كل شيء في الاستثمارات، ما دفع الملكة لإعلان إفلاسها وبيع مجوهراتها والانتقال للعيش في مكان بسيط. وفي آخر أيامها أصيبت بمرض عضال وشفيت منه، لتختم مسلسل فضائحها باعتناق المسيحية
الذي بررته بأنه عرفاناً للممرضة المسيحية التي رافقتها في رحلة علاجها. الملكة نازلي ماتت عام 1978 عن عمر 83 عام، ودفنت في إحدى كنائس لوس أنجلوس. وقد اعتبرت تصرفاتها وفضائحها من ضمن ما تذرع به أعداء ابنها لمحاربته والتشكيك في قدرته على الحكم، قائلين إن من لا يستطيع حكم أمه لا يستطيع حكم أمه.